الحقيقة أنا وجدت على قلة استقرائي للمصادر المقدار الموجود، المهم أنني وجدت أنه أكثر الناس ثوابا في القرآن الكريم المتقون والصابرون، ماكو مثلهم ثواب موعود بالقرآن الكريم. وما أسهل وما أصعب في الحقيقة الإنسان يكون يضحي، لكنه بمعنى آخر ما أسهل أن يجعل الإنسان نفسه تطبيقا ومصداقا من هذين العنوانين الشريفين، يكون متقي اعتيادي فينال ثواب المتقين. الله تعالى لا بخل في ساحتي، متقي يعطي ثواب المتقين. خلصنا. صابر، ما أسهل أن يكون صابر، ما أصعب أن يكون صابر، لكن شوية إرادة. أراد الله وترك الخلق وترك المصالح والشهوات، مش هذا هو؟ سيصير سيصير صابر، وسيجزي الله الصابرين أجرهم بغير حساب. قال واحد من أهل المعرفة أنه بغير حساب معنيين بي، كلاهما صالح، إما لا يحاسب في يوم القيامة ويدخل الجنة بغير حساب، هو هذا المطلوب ما شاء الله، أما لا بغير حساب أي بغير عدد، أخذ 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 إلى أن ينقطع بك الأمل. هذا موجود بالروايات، يثيبه حتى ينقطع به الأمل. أكثر من ذلك، يوقف العبد في يوم القيامة فيقال في الجنة، في أول دخوله في الجنة، فيقال له تمنى على الله سبحانه وتعالى، فيتمنى فيعطى ثم يتمنى ثم يتمنى إلى أن تنقطع به الآمال، فيقول له الله سبحانه وتعالى يا عبدي هذا كله لك ولدي مزيد، كما يقول في القرآن ولدينا مزيد، فيعطيه الله فوق طلبه وفوق توقعه وفوق فهمه بما لا يتناهى لعله. هذا هو المطلوب، وليس الدنيا ومن فيها وما فيها. طبعا لا يكون الإنسان في الصابرين إلا مع التسليم الحقيقي لقضاء الله وقدره والرضا بواقعه الدنيوي على حاله، وتسليم للمشاكل التي يعيشها، ليس بمعنى عدم التصدي لحلها، بس إذا كان هناك هو ضرورة وقع فيها، هذا هو الحمد لله، يكون موقع على ورقة بيضاء أمام الله، أي شيء يكتب الله فيها من القضاء والقدر ممنون بالخدمة، كالميت بين يدي الغسال لا يعترض ولا يستشكي لا لسانا ولا قلبا، لأنه الله تعالى مطلع على القلوب والنوايا، يقول أنا صابر ويقول بأنه ما يخالف، إلا أنه يعترض قلبيا على الله أو تشاوره الشكوك والعياذ بالله، لا هذا ما مقبول، فإنما يكون صابرا محضا، صابرا عند الله، والله تعالى لا يخدع ولا يتقشمر. زين. الفكرة الأخرى التي في نفس هذا الصدد، أنا في يوم ما ولا